اوكي، يسعد مساكم جميعا. محاضرتنا اليوم ان شاء الله راح نحكي فيها عن الديب ليرنينج والناتشورال لانجويج بروسيسنج. الاوتلاين ان شاء الله راح نحكي عن عده مواضيع، على النيورال نتورك، على الديب نيورال نتورك، ليش يعني ليش الديب ليرنينج، ليش انه احنا محتاجين نستخدم الديب ليرنينج، CNN والRNN وترانسفير ليرنينج مبدأ كتير مهم في الديب ليرنينج. بعدين رح نحكي على ناتشورال لانجويج بروسيسنج والتطبيقات تبعته في الترانسفورمرز. طبعا عشان احنا نعرف يعني ناخد نظرة عامة او نعرف احنا وين موجودين تحديدا. طبعا الموضوع الكبير هو الارتفيشال انتليجنس، هو عبارة عن فرع من علوم الحاسوب، والفكرة الأساسية تبعته أنه خلي المشين عندها القدرة أنه هي تتصرف بذكاء مثل البشر للعديد من المهام، لحل مشاكل معينة والأداء العديد من المهام اللي تتطلب انتليجنس. طبعا في فرع من الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي فيه عنده أفرع كتير، في فرع متعلق بالماشين ليرنينج. وفي الماشين ليرنينج احد التكنيكس او الميثود اللي موجوده، لانه انا في عندي dozens of different machine learning methods عندي للنيورال نتورك، والنيورال نتورك في منها نوع خاص الديب نيورال نتورك. ببساطه جديده جدا، الديب نيورال نتورك هي الشبكات العصبيه العميقه، عميقه بمعنى انه بتكون فيها الطبقات انه اكثر. طبعا شو القصة في الموضوع؟ القصة في الموضوع انه الـ Artificial Neural Networks انه هي اصلا inspired من الـ Biological Neural Network او الشبكات العصبية البيولوجية، لانه هي موجودة في دماغ الانسان وهي مركز التفكير والذكاء واللي بتقوم بمهام عديدة متعلقة بالذكاء. فبالتالي صار محاكاة او يعني تقليد لهذا الاشي من خلال الـ Artificial Neural Network، بحيث انه احنا استبدلنا الشبكات العصبيه ب artificial neurons، وبتكون انا عندي المدخلات على شكل زي هيك، وبتكون الكونكشن هنا، الكونكشن عاده بين الشبكات العصبيه بتكون من خلال اشارات كهروكيميائيه في جسم الانسان او في عقل الانسان، لكن هنا بتكون من خلال اوزان معينه عباره عن معادلات رياضيه زي ما احنا شايفين على السلايد، يعني بتم تمثيلها بهاي الطريقه. وبضل الان انه احنا نوجد طريقه انه احنا نعلمها، انه احنا نعملها الجورثيم عشان انه هي تقدر تتعلم. ف يعني تعميم لهذا الكلام، انه انا عندي النيورال نتورك عباره عن مجموعه من النيورونز، هذه الطبقه الاولى عاده انه بتكون فيها المدخلات برمز لها ب x1 x2 x3 x4 وهكذا، تمام. وفي انا عندي عده طبقات متعدده، والطبقات هذه زي ما انتم شايفين على السلايد fully connected، يعني متصله مع بعض، بمعنى انه كل نيورون هنا متصل بكل النيورونز في الطبقه التي تلي. وفي عندي في الآخر هنا المخرجات اللي يفترض أنه تعطيني إياها للنيورال نتورك. طبعا عشان نمثل هذه الشغلة، يعني خلينا نطلع هنا في هذا المثال عشان نفهم شو هي النيورال نتورك، أنه بدي أستخدمها في تطبيق عشان يقدر يعرف لي سعر البيت. فإيش هي الـ X1 والـ X2 والـ X3 اللي أنا كنت حاططهم هنا؟ هي عبارة عن features أو المدخلات أو الأتريبيوتس. زي إيش مثلا؟ زي مساحة البيت، عدد الغرف، الموقع تبع الغرف، تمام. فهدول بالإضافة للويلث، هدول كلهم عبارة عن مدخلات بتدخل في الشبكة العصبية. وفي الأخير أنا عندي الأوتبوت هو البرايس، السعر تبع البيت. طبعا هنا بدنا ندخل في الديب نيورال نتورك بشكل مباشر ونشوف تطبيقاتها في السوبرفايزد. طبعا الديب نيورال نتورك تقدر انه هي تتعامل مع الستراكتشرد والانستراكتشرد. طبعا الستراكتشرد بتكون عباره عن تابيولار داتا زي ما احنا شفنا هنا، هذا عباره عن مثال لتابيولار داتا، او انه انا عندي البيانات ستراكتشرد انه على شكل اعمده، تمام، في الداتابيز. وهنا انا عندي العمود تبع البرايس هو اللي بدي اعمل له بريدكت. وفي عندي النوع الثاني من البيانات اللي هي unstructured، اللي ممكن تكون عبارة عن صور أو صوت
أو نصوص، تمام؟ ذا كويك، براون، فوكس، تمام؟ هذول كلهم عبارة عن structured data. طبعا البشر يعني بيتفوقوا على الماشين في هذا الإطار، ولكن إنه بنحاول إنه قدر يعني إنه في الديب نيورال نتورك بيحاول إنه هو يحس يعني إنه يكون الأداء بيتحسن مع الوقت. أوكي، طيب الآن كل نوع من هدول البيانات بيحتاج نوع معين من النيورال نتورك، اللي هي structured والunstructured من البيانات بتحتاج لنوع مختلف، تايب مختلف من النيورال نتورك. يعني طبعا هذا حسب الانبوت والاوتبوت. يعني هنا إذا كان الانبوت عبارة عن الهوم فيتشر زي ما احنا شفنا في هذا المثال، والاوتبوت هذا عبارة عن البرايس، هذا بنعتبر انه النوع الستاندرد ان نيورال نتورك اللي هو مثل النوع هذا اللي احنا شفناه. اذا كانت المدخلات عبارة عن ايمج والاوتبوت عبارة عن اوبجكتس، اوبجكت ديتكشن هذه مستخدمة في تطبيقات الاوبجكت ديتكشن، فبالتالي نوع الشبكة العصبية بدها تكون سي ان ان او كونفولوشنال ان نيورال نتورك. اذا كان اوديو او تكست، إذا كان أوديو وهنا إنه الأوتبوت عبارة عن التكست ترانسكريبشن، وبالمناسبة التكست ترانسكريبشن هذا عبارة عن تاسك في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، الانبوت بيكون عبارة عن الملف الصوتي والأوتبوت هو عبارة عن الترانسكريبشن للملف الصوتي هذا أو التفريغ الصوتي تبع يعني الكلام المحكي في الملف الصوت هذا. هذه تاسك، والتاسك الثانية أنه المدخل أنا عندي النص باللغة الإنجليزية والأوتبوت نص باللغة الصينية، تمام؟ هذول يعني التو تاسك بتحتاج لنوع مختلف من الشبكات اللي هو الـ RNN، تمام؟ إذا كان أنا عندي مدخلات أنه يعني مختلفة، أنه هنا الإيمج بالإضافة لمدخلات من الرادار يعني مستخدمة في الترافيك، وهنا انه البوزيشن تو اذر كارز، يعني هذا عباره عن كاستم او هايبريد نتورك، وعاده انه مستخدم في السيلف درايفنج كار، انه انا بحتاج انه هو يعني المدخلات تبعت الكاميرا اللي موجوده في السيلف درايفنج كار بالاضافه للرادار اللي بيقدر انه هو يتحسس المسافات بيني وبين السيارات الثانيه، فهذا بيحتاج لهايبريد نيورال نتورك، تمام؟ طبعا CNN حنعرج عليها بشكل سريع والRNN حنعرج عليها بشكل سريع. أنا بدي أركز في النقطة هذه إنه why now. طبعا هنا هذه الرسمة أنا بدي أوضح لكم إياها هنا في السلايد اللي وراها، إنه why deep learning now بسبب سببين. يعني الفكرة في الموضوع إنه deep learning مش هو عبارة عن يعني buzzword أو كلمة رنانة أو موجة من أو موضة نقدر أن احنا نحكي عنها. حقيقة الديب ليرنينج في له ميزتين، الميزة الأولى بأنه هو بيتفوق في موضوع الفيتشر إكستراكشن، والميزة الثانية في موضوع البرفورمانس، حوضح أكثر. موضوع الفيتشر إكستراكشن، خلينا نشوف أنه الماشين ليرنينج التقليدي في البداية التاسك لو كانت أنا عندي الانبوت عبارة عن صورة، بيحتاج انه انا عندي الديتا انجينير او يعمل انه انا عندي الانجينير هنا يعمل فيتشر انجينيرينج بشكل يدوي، وانه يختار ايش هي الفيتشرز اللي يدخلها من هذه الصوره، وبعدها يمررها على كلاسيفاير عادي، وانه بحيث انه يصنف لي في النهايه انه هذه كار نوت كار، انه كاوتبوت. فبالتالي هذا بيتطلب انه هيومن ايفورتس أو جهود بشرية بشكل كتير كبير عشان إنه يطلع إيش هي الفيتشرز اللي فعلاً ممكن يعني يقدر يتعلم عليها الكلاسيفاير. أما في الديب ليرنينج، بمجرد إنه أنا زودت عدد الطبقات أو خليت النتورك ديبر، فبالتالي إنه الطبقات اللي في الأولى هذه هي بتشتغل موضوع الفيتشر إكستراكشن لوحده، هو بيتعلم إنه يعمل فيتشر إكستراكشن من الصورة، تمام؟ بالإضافة إنه باقي الطبقات إنه هي بتشتغل على موضوع الكلاسيفيكيشن، فعشان إنه هي تصنف في النهاية إنه هذه الكار أو نت كار. فبالتالي هو مريح جدا في موضوع الفيتشر إكستراكشن، خاصة مع الأنستراكشر ديتا، خلاص أنا بديله الإنبوت وهو لوحده بيعمل فيتشر إكستراكشن. الموضوع الثاني البرفورمانس،
الحقيقة إنه في السنوات الأخيرة إنه كمية البيانات زادت. أنا عندي صار يعني فيها ازدياد بشكل كتير كبير ملحوظ، حتى أصغر ستارت اب أو شركة ناشئة بتولد بيانات بحجم كتير كبير. الآن هذه البيانات إنه كل ما إنه زاد حجمها مع الكلاسيكال ماشين ليرنينج، إنه الأداء البرفورمانس تبع يعني دقة المودلز إنه بتصل بعد مرحلة معينة وبعديها تستقر، ما بيكون في تحسن. على عكس الديب ليرنينج، الديب ليرنينج كل ما زادت كمية البيانات كل ما إنه صار أنا عندي الأداء بيتحسن، فبالتالي هنا بيشتغل مع اللارج داتا سيت، إنه كل ما زادت كمية البيانات كل ما كان إنه أفضل بالنسبة للبرفورمانس. هدول الشغلتين تحديدا هم اللي أعطوا تفوق للديب ليرنينج في هذا الإطار. تمام؟ وهذا الكلام إنه إحنا ممكن نلخصه بحجم الشبكة العصبية اللي هو كان موجود في هذه، إنه هنا كلاسيكال ماشين ليرنينج، سمول نيورال نتورك، ميديوم نيورال نتورك، لارج نيورال نتورك، وهنا زي ما أنتم شايفين إنه البرفورمانس إنه مع اللارج نيورال نتورك مع الأماونت أوف داتا إنه هو بيتحسن، وهذا الموجود وهذا الإشي موجود هنا بشكل أوضح. لأنه أنا بدي أشرح المنطقة هذه برضو بشكل أوضح هنا في هذه السلايد. في هذه السلايد إنه أنا عندي هنا إنه الترديشنال ماشين ليرنينج، بتلاحظوا إنه هو في البداية إنه هو بتفوق لما تكون حجم البيانات صغيرة، تمام؟ والديب ليرنينج إنه بيكون أداؤه أقل، تمام؟ زي ما أنتم شايفين الديب ليرنينج ما بينفع في بيانات صغيرة، ما بينفع إنه أنا أجي أقول والله أنا عندي بيانات صغيرة أو يعني حجمها صغير وبدي أطبق عليها الديب ليرنينج، ما بينفع، بيحتاج ل large amount of data set عشان إنه يحقق إشي كتير كبير في البرفورمانس، تمام؟ لكن المفارقة الآن بعد نقطة معينة، إنه بعد ما زودنا حجم البيانات إنه الترديشنال ماشين ليرنينج بيثبت، تمام؟ والديب نيورال نتورك انه ادائها انه هي بيتفوق بشكل كتير كبير. طبعا هذا الكلام بتدرج، تمام؟ انه انا عندي هنا ميديوم نيورال نتورك وهنا الشالو نيورال نتورك، شالو ضحله او يعني انه صغيره يعني نوعا ما. فاحنا فهمنا الان انه ايش اهميه الديب ليرنينج في يعني في الذكاء الاصطناعي، شغله كتير مهمه حاليا. سريعا بنيجي على السي ان ان، سريعا جدا انا مش راح اطول في الموضوع هذا لانه انا في عندي اشياء كثيره في الناتشورال لانجويج بروسيسنج بدي احكي عنها. السي ان ان نوع معين من الديب نيورال نتورك بتجري عمليات التفافيه زي ما انتم شايفين امامكم على الشاشه عشان تحدد الايدجز تبعت الشكل بالعمليات الالتفافيه زي ما انتم شفتوا بالشكل هذا. طبعا تحديد الشكل هذا بيساعد في تحديد او التعرف على الاشكال، تمام؟ فشكل الشبكه العصبيه انه انا في عندي هاي المدخل اللي هو عباره عن صوره، وفي انا عندي عده طبقات بتقوم بالعمليات الالتفافيه هذه. طبعا الناتج تبعها بعملها بولينج تجميع، وبعديها بمررها لفولي كونكتد اللي هي شبكه اعتياديه، تمام؟ لو احنا بدنا نعمل تصنيف للصور زي ما انتم شايفين هدول لهم اشكال مختلفه بهذا الشكل، تمام؟ فالنيورال نتورك بدها تتعرف على هذا الامر، فبدها محتاجه انه هي تحدد الايدجز هذه، فبالتالي الشيب تبع الزرافه غير الشيب تبع الفيل غير الشيب تبع الحمار الوحشي، تمام؟ ف وهذا الاشي يعني موجود فعلا عند البشر، عند البشر يعني انه انت يعني بتتعرف على الاشياء من اشكالها، يعني حتى لو انت كنت شايف شغله من بعيد انه انت بتحدد انه مين هو بالضبط او يعني ايش هو الشكل هذا بالضبط بالشكل الاساسي تبعه، وبعديها انه انت بتتعرف عليه بشكل كتير يعني لما انه هو تقترب الصوره اكثر بشكل اكبر. فبالتالي هي الاشكال الاساسيه زي ما انا رسمت الان، تمام؟ بحدد في العمليات الشيب ماتريكس بتكون موجوده اللي بتطلع ناتج عمليه الكونفولوشن، وهذا الاشي بيجي بيطبقه في الكلاسيفيكيشن. يعني على سبيل المثال انه شكل القطه عاده انه بتكون عندها الفيتشرز تبعتها انه الاذن تبعتها زي هيك، تمام؟ وعندها انه يعني مكان الفم بالنسبه لمكان الاذنين انه بهذه المنطقه
زي هيك. الآن لما بده يجي يطابق هذا الكلام إنه إجته صورة جديدة، هذا قط مختلف بلون مختلف، إحنا ما بنطلعش في الألوان في التصنيف، بنطلع على الأشكال. فبالتالي إنه كتمبليت إنه يعني مطابق الشكل، مثل يعني مثل يعني أذنين القطة، ومثل إنه فمها، لكن إجا يطبق هذا الكلام على الـ 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 الكلب، لا، إنه شكل الأذنين مختلف، تمام، والديل تبعه يعني لا مختلف. فبالتالي إنه بيقدر إنه هنا صنف هنا كات وهنا نوت كات. الآر إن إن يعني شبكات تكرارية، هذيك شبكات التفافية، هنا شبكات تكرارية. التكرارية هنا بتكون إذا كان أنا عندي بتعامل مع الانبوت as a sequence، سلسلة من المدخلات، والترتيب بيكون فيها مهم. وهذا يعني الترتيب هنا بيكون مهم في تطبيقات كثيرة مثل الصوت ومثل النصوص، بتكون ترتيب الكلمات أو السياق مهم جدا. طبعا أنا في عندي عدة أنواع من الـ RNN نفسها، تمام، وهي الاركتكتشرز تبعتها، وكل واحدة لها استخدام، منها ما يستخدم في الماشين ترانسليشن، منها ما يستخدم في السنتمنت اناليسيس، وهكذا، تمام. طيب الان نيجي لمفهوم كتير مهم في الترانسفير في الديب ليرنينج، وهو ترانسفير ليرنينج. موضوع كتير كتير مهم، لازم انه يعني اذا انت حابب انه تدخل في مجال الديب ليرنينج، انه انت تقدر تستغل الترانسفير ليرنينج بشكل كتير جيد. موضوع الترانسفير ليرنينج انه عادة انه لو انت بدك تعمل تريننج لموديل معين، انت في عندك هنا يعني حالتين، انه with the transfer and without the transfer. واضح جدا انه الاداء مع الترانسفير كان افضل بكتير انه كبرفورمانس. اوكي، طيب شو اللي بدي اعمله ترانسفير فعليا؟ انه في الترانديشنال ماشين ليرنينج، انه انت في عندك داتا سيت، بتروح يعني تبني موديل بيشتغل على تاسك معينة، تمام. والله اجتك داتا سيت تانية، بتروح انه انت تعمل تريننج من اول وجديد. بينما في الترانسفير ليرنينج شو بدك تسوي؟ انه انت في عندك داتا سيت، بتروح بتبني منها موديل، الموديل هذا الشغلات اللي تعلمتها بتروح بتعمل ترانسفير للنوليدج، بتعمل نقل للمعرفة للسيستم الثاني، وبتصير بتطبق عليه الداتا سيت الثانية. فبالتالي انت في الداتا سيت الثانية هنا مش محتاج تعمل تريننج من اول وجديد، فبالتالي بوفر عليك وقت. كيف بنجريها عادة؟ عادة لو احنا يعني طبقناها على CNN، انه انا بروح بقسم الموديل تبعي لجزئين، جزء بستخدمه في الفيتشر اكستراكشن، والجزء الثاني للكلاسيفيكيشن. فهذا الجزء الاول بستخدمه، انه انا مثلا على سبيل المثال انا في عندي موديل مدرب على يعني على صور معينه، تمام، وبدي استخدمه للكات والدوغ، بدي اخصصه لتو كلاسز، الكات والدوغ. فبالتالي بروح بستخدم البري تريند موديل او المدرب مسبقا في الفيتشر اكستراكشن بكل طبقات الكونفولوشن هذه، بروح بضيف طبقات جديده للكلاس يعني نوكا فولي كونكتد عشان تعمل عمليه الكلاسيفيكيشن. فهذا هو المبدا تبعها، انه انا بقسم ال يعني انه او بركب الموديل تبعي من جزئين، جزء من هذا بري تريند، الجزء الاول هذا بري تريند، والجزء الثاني هذا عباره عن طبقات اضافيه ضفتها هي اللي بدي اعملها تريننج، وهذا بضله فروزن ما بعمل له تريننج. عشان توضح الصورة أكثر، إنه زي ما أنتم شايفين هنا، وضحت لكم إياه هنا في هذه الرسمة، إنه في طبقات أنا بعملها فريز. إيش يعني فريز؟ إنه هي أصلاً بتكون already trained على داتا سيت تانية، بس بدي أستخدمها في الفيتشر إكستراكشن، فبالتالي مش محتاج إنه أنا أدربها تاني، فبعملها فريز، فبالتالي ما بتتعدى للويت تبعها. والطبقات الجديدة اللي بركبها، تمام، هي اللي بعملها ترين، فبالتالي أنا بعمل ترين لهذه الجزئية فقط بدل ما أعمل ترين لهذه الجزئية كلها. فمن هيك أنت بتوفر وقت وجهد، وزي ما شفنا هنا
انه كبرفورمانس افضل بكتير، يعني انه السلوف تبعها حتى اعلى. طيب يبقى زي ما حكينا انه انا باخد داتا او موديل تم تدريبه على داتا سيت معينه، مثلا مثل الايمج نت، هذه عباره عن داتا سيت مشهوره في الايمج كلاسيفيكيشن، يعني مكونه من 1000 كلاس. 1000 كلاس يعني متخيلين انه انت عندك الكلاسز هي عباره انه هذه صوره شجره، هذه صوره سياره، هذه صوره حصان، عندك 1000 من التصنيفات هذه او الاوبجكتس هذه، تمام؟ فبالتالي انه هذه عباره عن لارج داتا سيت. اعتقد انه عدد الصور اللي موجوده فيها اكثر من مليون صوره، فبالتالي احنا كافراد ما بنقدر انه احنا ندرب موديل من هالنوع بسبب الامكانيات المحدوده الموجوده لنا. هذه بتكون عاده عباره عن مراكز ابحاث او شركات انه بتقدر انه هي تعمل ترين لموديل من هالنوع، تمام؟ يعني بتطرحه يعني اوبن اكسس، يعني انه انا ممكن استخدمه. فانا باخده، شو بروح بعمله؟ بقصه، هدول الطبقات باخدهم بنقلهم على الموديل الجديد تبعي. ايش بروح بسوي؟ بروح بضيف عليه طبقات جديدة، بعمل تريننج لهاي، وهذه اللي بعملها فريز. بتمنى هيك انه تكون الامور وضحت في موضوع الترانسفير ليرنينج، تمام؟ ففي زي ما حكينا انه في شغلات ممكن نعملها فريز وفي شغلات ممكن نعملها فاين تون، وهذا الاشي موجود هنا انه انت في عندك عدة استراتيجيات. الاستراتيجيات انه انت تروح انت تعمل ترين للانتاير موديل، فبالتالي انت فعليا ما اخذت جزء معين وقصيته انه انت استخدمته، لا، رحت صفرت كل الويتس، عملت لهم انيشلايز، وبدك تبدا تعمل تريننج من اول وجديد، تمام؟ فبالتالي هذه الاستراتيجيه وكانه يعني انت ما بتعمل ترانسفير. الاستراتيجيه الثانيه انه انت بتاخذ جزء، تمام؟ يبقى ترين سام لايرز اند والاذرز انت بتسيبهم فروزن، تمام؟ وهنا الاستراتيجية الثالثة انه انت بتعمل فريز لكل الconvolutional base، فبالتالي هنا وانت بتضيف الطبقات هذه للبريدكشن. الفرق بين هذا وبين هذا انه هذه الطبقات كلها للسي ان ان، تمام؟ هنا انه انت عملت فريز لجزء منها وجزء منها انه انت دخلتها في التريننج، لكن هنا انه انت عملت لها فريز لها كلها، تمام؟ وبس ضفت طبقات انه fully connected مش طبقات التفافية عشان انه انت تعمل لها training. اي استراتيجية اختار؟ فعليا انا في عندي الشكل هذا بيوضح انه انا في عندي محورين، المحور الاول اللي هو data set similarity، والمحور الثاني data set size، تمام؟ يعني زي ما حكيت انا بدي ارجع للمثال تبعي، انه المثال تبعي انه انا عندي موديل مدرب على الامج نت، مدرب على أكثر من مليون صورة، 1000 كلاس، بدي أخده، تمام؟ وأستفيد منه في تصنيف الكات والدوغ. أنا في عندي داتا سيت للكات والدوغ، فالآن باجي بقيس السيميلاريتي، قديش أنه الكات والدوغ قريبة للإيمج نت؟ قريبة جدا، يعني قريبة جدا. ليش؟ لأنه يعني صور الإيمج نت فيها كتير من الصور فيها كاتس والدوغز، فبالتالي انه السيميلاريتي لحد ما انه في تشابه بشكل كتير كبير. هذه شغله. الشغله الثانيه، قديش حجم الكات والدوغ اللي موجوده عندي؟ قديش حجم الصور تبع الكات والدوغ اللي موجوده عندي؟ هل هو 500؟ هل هو 1000؟ فبالتالي انت كل ما طلعت فوق كل ما كان انا عندي حجم اكبر للداتا سيت الجديده اللي انا بدي استخدمها، تمام؟ فبالتالي هنا انه انا بحدد انه هنا انه في اللارج داتا سيت، تمام؟ وانه different from a pre-trained model، فبالتالي انه هنا بروح بستخدم هذا الاسلوب. هنا الكوادرات الثاني بستخدمه لما يكون في عندي هنا لارج داتا سيت ولكن انه similar للpre-trained داتا سيت، فبالتالي هذا الشكل بيساعدني بشكل كتير كبير انه شو الخيار اللي انا استخدمه في الترانسفير ليرنينج. اوكي، الان الموضوع الاخير عندنا في محاضره اليوم وهو الناتشورال لانجويج بروسيسنج او المعالجه الطبيعيه للغات البشر.
طبعا احنا بدنا نحكي باختصار ايش هي Natural Language Processing، وبدنا نحكي عن تطبيقات لإلها. الناتشورال لانجويج بروسيسنج انه فعليا بدنا نخلي الكمبيوتر يستخدم الناتشورال لانجويج از انبوت واوتبوت. كانبوت في هذه الحاله بدنا نخلي الكمبيوتر انه هنا اللانجويج بدها تدخل للكمبيوتر، وهذه التاسك احنا بنسميها اندرستاندينج، ناتشورال لانجويج اندرستاندينج او ان ال يو. بدنا نخلي الكمبيوتر يفهم اللغه الطبيعيه تبعت البشر، بحيث انه انا على سبيل المثال اساله قديش درجة الحرارة اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ قديش المسافة بين القمر والأرض؟ تمام؟ أو أبحث على شغلة معينة ويطول لي النتيجة. والشغلة الثانية إنه as an output، في هذه الحالة إحنا بدنا من الكمبيوتر إنه يعملنا تأليف لجملة أو يحكي شغلة معينة، إنه يعني يتكلم. فبالتالي هذه التاسك اسمها natural language generation، ف او يعني توليد ال natural language. ف يعني باختصار انه natural language processing هي عباره عن انه natural language understanding plus natural language generation. اوكي، هذا باختصار شديد جدا التعريف ال natural language processing. ايش التطبيقات تبعتها؟ في إلها تطبيقات عديدة، زي مثلا تصنيف النصوص text classification. في هذه الحالة أنا بكون في عندي نصوص وأنا بدي أحدد إيش الموضوع تبعها أو إيش التصنيف تبعها. هذا 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 المقال بحكي عن الرياضة، هذا المقال بحكي عن الاقتصاد، وهكذا. في أنا عندي التاسك تبعت المشين ترانسليشن أو الترجمة الآلية، إنه بكون أنا عندي المدخل نص بلغة معينة، وبكون الناتج نص بلغة يعني ترجمة لهذا النص ولكن بلغة أخرى. في أنا عندي الانفورميشن اكستراكشن أو استخراج المعلومات. في عندي أنا عندي نص معين بدي أستخرج معلومات معينة، هنا بدي أسترجع معلومات معينة انفورميشن ريتريفال IR. في عندي التكست سمرايزيشن أو TS تلخيص النصوص. في عندي التاجينج سواء كان هذا part of speech tagging أو named entity recognition. في عندي برضو كذلك language modeling وفي غيرها كتير. تمام؟ أنا حألقي الضوء على بعض هذه التاسك باختصار شديد. يعني على سبيل المثال موضوع التاجينج، في عندنا نوعين من التاجينج. في أنا عندي POS part of speech tagging، في هذه الحالة بيكون مطلوب من الكمبيوتر أو الموديل إنه هو يعمل تاج أو تصنيف لكل كلمة، إنه هذه عبارة عن noun، هذه عبارة عن verb، هذه عبارة عن proposition، وهكذا. إنه هذه عبارة عن اسم، فعل، حرف جر، وهكذا. هذه عبارة عن adjective، صفة، وهكذا. طبعا التطبيقات لهذه الشغلة عديدة جدا جدا، إنه بتكون بتساعد على سبيل المثال في تاسك تانية في الناتشورال لانجويج بروسيسنج عادة، يعني إنه عشان إنه استخرج مثلا معلومة معينة، المعلومة هذه عادة بتكون مثلا بعد صفة، بعد صفة بتروح تستخرج للمعلومة هذه، فبالتالي هو بكون محتاج إنه يعمل تاج للكلمات هذه. أما التاسك التانية اللي هي named entity recognition أو الان ER، بتكون التاسك المطلوبة من 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 يعني من السيستم إنه يحدد كل كلمة إنه هذه عبارة عن إيش، هل هي عبارة عن يعني location، تمام، أو هي عبارة يعني عن person، أو عبارة عن company زي Boeing مثلا على سبيل المثال. يعني هذه على سبيل المثال مش named entity، ولا هذه named entity، ولا هذه named entity. Boeing هذه عبارة عن company، تمام. ايش في عندنا كمان شغلات هنا؟ انه هنا Wall Street SL هذه عبارة عن location، Wall Street هذه عبارة عن location، وهكذا. فبالتالي بتقدر انه هي تعمل تتعرف على اسماء الاشخاص الموجودة، اسماء الاماكن، التواريخ، كتير من الشغلات اللي بتساعدني في استخراج إجابات معينة. يعني على سبيل المثال أنا ممكن أسأل مين هو رئيس الولايات المتحدة، فبالتالي لما أحكي من هو، فبالتالي أنا بدور على شخص، فبالتالي التاجينج هذا اللي هو الـ NER
بيساعد انه انا بدور على بيرسون فشوف لي الكلمات اللي فيها بيرسون وبتكون مجاورة للولايات المتحدة وبتكون انه طبيعة الوظيفة عبارة عن بريزيدنت بهذا الشكل. الماشين ترانسليشن كلكم تستخدموا الترجمة تبعت جوجل أكيد بطبيعة الحال، بس أنا حابب أنوه إنه أنا في عندي هنا أسلوبين، أسلوب الاستاتستيكال ماشين ترانسليشن أو الـ SMT، وهذا التقليدي يعني كان لغاية بداية 2013، وبعد لما ظهرت الـ Deep Neural Network صار أنا في عندي Neural Machine Translation، وصار في قفزة كتير كبيرة في هذا الإطار. تمام، في هذه الحالة بيكون أنا عندي الانبوت عبارة عن نص بلغة معينة، تمام، والاوتبوت عبارة عن نص أو ترجمة للنص هذا ولكن بلغة تانية. الانفورميشن اكستراكشن على سبيل المثال يعني هذه واحدة من التاسك في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، بيكون المطلوب إنه أنا عندي هنا unstructured text، تمام، وبكون المطلوب استخراج معلومات structured ممكن أحطها أنا عندي في table في database. يعني على سبيل المثال أنه أنا عندي هذا عبارة عن النص، فبكون بحدد هنا أنه located in كذا، فبالتالي هنا هذه حطها في الفيد تبع location. هذا بالمناسبة عبارة عن إعلان وظيفة، تمام، فإعلان الوظيفة هذه حددنا إيش الإندستري في مجال الإعلان، ايش اسم البوزيشن، بوزيشن تايتل اللي هو اسيستنت اكاونتنت مانجر، هنا از لوكينج فور ان اسيستنت اكاونتنت مانجر، فبالتالي انه هاي المعلومه جابها من هنا، هاي اللوكيشن وهي اسم الشركه وهذا الراتب، تمام، وهنا الراتب من الكومبنسيشن. فهذا موضوع الانفورميشن اكستراكشن. التكست سمرايزيشن، انا في عندي على سبيل المثال دوكيومنت، وفي الدوكيمنت هذا زي ما انتم شايفين انا في عندي عدة جمل، الوظيفة بتكون انه هو يحدد ايش هي الجمل اللي بده يضيفها في السمري وايش الجمل اللي يستثنيها من السمري من خلال خوارزميات معينة بتعطي سكور لكل جملة، فبالتالي بتحتفظ في الجمل اللي لها سكور عالي وبتستثني الجمل اللي لها سكور منخفض، فبالتالي بحصل على التلخيص. طبعا في عدة انواع للسمري. طبعا كتطبيق على هذا الاشي، لما اجي انا اسال جوجل انه كم المسافه بين القمر والارض، يفترض انه هو يقدر يستخرج المعلومه باستخدام التقنيات السابقه اللي انا ذكرتها. طيب من نيجي نحكي الان يعني من جانب تطبيقي في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، ايش المكتبات اللي انا ممكن استخدمها في الناتشورال لانجويج بروسيسنج. في الحقيقه انه انا في عندي هنا التوب 3، هدول أكثر ثلاث مكتبات ممكن أن أنتم تستخدموها، يعني أكثر ثلاث مكتبات يعني شائعة أو منتشرة أو مشهورة في وقوية يعني في نفس الوقت في مجال الناتشورال لانجويج بروسيسنج، اللي هي السبيسي والانالتيكي والترانسفورمرز، وهي اللوجو تبعهم موجودين على السلايد أمامكم. يعني على سبيل المثال في السبيسي ممكن أعرف حاجة اسمها بايبلاين. في البايبلاين إنه أنا عندي بيكون أنا عندي مجموعة من التاسك، وكل تاسك الأوتبوت تبعها بدخل كإنبوت في التاسك اللي وراها بهذا الشكل. فبالتالي هنا أنا عندي تكست، التكست في الأول بدي أعمل توكنايزيشن، بدي أقطع، بدي أقطعه يعني أقطعه يعني أحدد الكلمات اللي موجودة، الكلمات هذه بدي أعملها تاجينج باستخدام التاجر، وهنا بدي أعملها يعني بارسينج باستخدام البارسر، بعدين بروح بمررها للنيمد انتيتي ريكوجنيشن عشان أحدد الأشخاص والأماكن والمؤسسات وكل الأمور هذه وهكذا. فكل التاسك اللي احنا ذكرناها ممكن انت تضيفها في البايبلاين، تمام، الـ NLP pipeline تبع سبيسي، وفي الأخير بطلع انت عندك document tagged، يعني بعمل له تاجينج ومعمل له بروسيسنج بالـ NLP. ممكن انه انت تبحث فيه، ممكن تستخرج الاشخاص المذكوره في النص، ممكن يعني تقول لي انه ايش المؤسسات المذكوره في النص هذا او في المستند هذا، فممكن ببساطه شديده انه هو يستخرجها. المكتبة الثانية اللي حابب أعرج عليها باستفاضة أكثر اللي هي الهاجينج فيس
ترانسفورمر. بالمناسبة الهاجينج فيس هي عبارة عن كوميونيتي موجودة يعني على الإنترنت، في لها ريبوزيتوري على الجيت هاب، في أكثر من 45,000 ستار. والفكرة في الهاجينج فيس إنه يعني مستند على الترانسفورمرز. ترانسفورمرز هي عبارة عن موديلز ممكن إنه أنت تستخدمها في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، ممكن أنت تعملها ببساطة شديدة، يعني تعريفها إنه ممكن تعملها أدابت لتاسك مختلفة بسهولة جدا. طبعا مين اللي بيعمل كونتريبيوت بالموديلز في الترانسفورمرز هذه؟ اللاعبين الكبار زي ما أنت شايف هنا. في أنا عندي أكثر من 5,000 أورجنايزيشن على رأسها. في عندك على سبيل المثال مايكروسوفت ساهمت ب 47 موديل، في عندك جوجل ب 130 موديل، في عندك الانستيتيوت هذا مشهور جدا في الاي اي الين انستيتيوت فور اي اي ب 51 موديل، امازون كذلك بتشارك، الفيسبوك ب 90 موديل وجرامرلي. فاللاعبين الكبار في مجال الناتشورال لانجويج بروسيسنج بيساهموا في هدول المودلز، وهدول المودلز متاحات لك. حورجيكم اليوم ان شاء الله كيف انه انت تستخدمها بسهوله جدا. من المودلز اللي بدي اورجي لك اياها على سبيل المثال الكيو اي، الكويشننج انسرنج سيستم. تمام، الكويشننج انسرنج سيستم الوظيفه انه هو عباره عن يعني انه نظام انت بتروح بتدي له شغلتين، السؤال تمام، هي السؤال بالاضافه للكونتكست اللي هو عباره عن النص او السياق تمام، وهنا بروح بدي لك الجواب. فبالتالي انا عندي هاي النص هو عباره عن تعريف للغابات المطيره تبعت الامازون، اوكي. فهنا بحكي لك انه ايش الاسم البديل اللي ممكن يعني يطلق على غابات الامازون المطيره. فالجواب هو امازونيا لانه هو مذكور في النص انت عندك هنا تمام. فطبعا هذا الموديل انت ممكن تستخدمه بهذا الشكل. فتفاصيله حورجيكم انه انتم كيف تستخدموه الان يعني بعد شويه، بس اخلص شرح بقيه الاشياء. في انا عندي النوع الثاني من الترانسفورمرز، يبقى النوع الاول من الترانسفورمرز اللي احنا ذكرناه اللي هو الكيو اي سيستم، النوع الثاني اللي هو الزيرو شوت كلاسيفاير، ممكن انه انت تستخدمه لتصنيف اي شغلات معينه. هذا ما بيحتاج اي تريننج بالمره، معمول له تريننج على لارج داتا سيت يعني بمواضيع يعني مختلفه، بس انت محتاج انه انت تعرف الكلاسز تبعونك. يعني على سبيل المثال انه انت عندك رسائل في الهيلب ديسك، فانت محتاج انه انت تحدد انه هذا ايرجنت نوت ايرجنت على سبيل المثال، وبعديها انه انت بتروح بتمرر له الرساله وبروح بصنف لك اياها انه هذه رسالة مساعدة عاجلة أو غير عاجلة تمام. فبالتالي هنا هاي طريقة استخدام Zero Shot Classifier. فبالتالي هذا نص الرسالة بهذا الشكل، I have a problem with my laptop مثلا، إنه I need to be resolved as soon as possible. وهنا حددت المشكلة إنه urgent not urgent، وعملت compute لإلها وطلعت للنتيجة بهذا الشكل انه الكلاست او تصنيف هذه المشكله انه هي ايرجنت. طبعا زيرو كلاسيفاير او زيرو شوت كلاسيفاير معنى ذلك انه انت بتدي له زيرو انستانسز في التريننج، ما بتحتاج انه انت تعمل له تريننج بالمره تمام. إيه المثال الثالث انا بدي اعطيكم اياه هو عباره عن الايمج كابشننج، وهذا عباره عن مثال بيستخدم فيه الكمبيوتر فيجن أو الكونفولوشن نيورال نتورك مع الناتشورال لانجويج بروسيسنج، لأنه الانبوت بيكون عندي عبارة عن صورة والاوتبوت عبارة عن وصف لهذه الصورة. زي ما انتم شايفين هنا طلع لي عدة جمل يعني عدة وصفات يعني مستقلة عن الصورة هذه، انه على سبيل المثال انه a bus driver down a street next to a building. فبالتالي هنا تعرف انه هنا وصف البيلدينج، وصف الباص اللي ماشي في الشارع هذا، اوكي. في النهايه انه قبل ما انهي خليني اورجيكم هنا
دقيقة بس، بدي أعمل مشاركة للمستعرض. اوكي، فممكن ان احنا نفتح الهاجينج فيس زي ما انتم شايفين هدول، انه انا ممكن استعرض المودلز اللي من فيسبوك، هنا المودلز تبعت جوجل مايكروسوفت، هنا انا ممكن ادور على داتا سيت معينه او ممكن انه ادور على موديل معين. المودلز هذه كلها لها علاقه بالناتشورال لانجويج بروسيسنج. تمام، في تاسك عديدة حابب أشرح لكم إياها هنا بشكل سريع، يعني أمر لكم إياها عليها بشكل سريع. بالمناسبة هنا ممكن أعمل فلترة حسب التاسك أو حسب المكتبات اللي هي أشهرها البايتورش وتنسر فلو، يعني أشهر مكتبتين في الديب ليرنينج. طبعا البايتورش إنه تبعت فيسبوك، والتنسر فلو تبعت جوجل، والتنين أوبن سورس او من خلال الداتا سيت او من خلال اللانجوج. يعني هذه مودلز بتدعم المالتي لينجوال، لو انت مثلا بدك العربي، بدك المودلز اللي بتدعم العربي، فممكن تدور على الاي ار. يفترض انه اوكي، هاي المودلز تبعت العربي. اوكي، فخلينا نرجع، يعني خلينا نخليها الفلتر زي ما هي. مثلا على سبيل المثال انه فيل دماسك، الفيل دماسك يعني ممكن ناخذ هنا 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 بورجي لك انه برتب لك اياها حسب الاكثر شيوعا او اكثر استخداما. هذا اخر ابديت له 23/4، وهنا تم استخدامه 21,000 مره، هذا تم استخدامه 9,000 مره، فبالتالي يدي لك انطباع انه هذا انه مستخدم بشكل اكثر. فبالتالي هنا the goal of life is، وهذا ماسك، وهنا انت محتاج تعمل له fill. فبالتالي هنا في الكمبيوت، فبالتالي هنا بدي لك الكلمات اللي انت ممكن تملأها في الفراغ. هذه التاسك الاولى. التاسك الثانية، انت عندك ال questioning answering، ال question answering، او يعني مودلز انه يعني ممكن تستخدمها في، يعني بتعملها فيد للكويشن. تمام، زي هيك، وهذا الكونتكست، وبتعمل كومبيوت وبحسب لك الاجابه. طبعا عشان تستخدمها يعني ببساطه جدا، هنا يوز ان ترانسفورمر، فبورجي لك الكود اللي في البايثون كيف ممكن انه انت تستخدمها ببساطه شديده جدا. اوكي، التاسك اللي بعديها السمرايزيشن. فانت هنا على سبيل المثال انه هذا الموديل من فيسبوك، انت بتدي له النص الطويل هذا، فبالتالي هنا بروح بدي لك السمري تبعه 3 أو 4 أسطر. اوكي، وطبعا هنا استخدامه نفس الفكره بالضبط، انت هنا انه from pre-trained، وبتدي له الموديل بهذا الشكل. تاسك table questioning answering، فبالتالي هنا على سبيل المثال خلينا نشوف هذا الموديل من جوجل. هذا الموديل بتكون انت عندك على سبيل المثال جدول، ومطلوب انه انت how many stars does the transformer repository have، فبالتالي هو يفترض انه يجلب الاجابه من هذا الرو، فبالتالي انت بتدي له table ويفترض انه يرجع الاجابه من التيبل هذا، فيفترض انه يرجع هذا الرقم، انه هاي الماتش، هذا الرقم اللي هو نفسه هذا. اوكي، في كذلك الكلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن في العديد من المودلز اللي موجوده، ادي كارديف ان ال بي،
على سبيل المثال انه I like you, I love you، هذه شو التصنيف تبعها، صنف لك اياها انه ليبل واحد او ليبل زيرو واحد اثنين. والليبلز هنا التعريف تبعهم هنا انه بوزيتيف ونيوترال ونيجاتيف بهذا الشكل، تمام؟ فكل واحدة انه انت ممكن تستخدمها ببساطة، فبتقدر انه انت تنزل الموديل. هنا في عندك تكست جنريشن بيعمل لك تأليف للنصوص، هاي الزيرو شوت كلاسيفيكيشن، هاي الترانسليشن على سبيل المثال. في الترانسليشن خلينا نجرب على سبيل المثال انه بدنا واحد منا ترانسليشن بالعربي، هاي الموجود انا عندي هنا، في انا عندي هلسنكي ان ال بي، في عندي هذا الموديل، فبالتالي هنا اسمي سارة وأسكن في لندن، هذه النص السورس أنا عندي موجود بالعربي، والتارجت يفترض أنه يجيب لي إياها بالإنجليزي، فهي كومبيوت أنه my name is Sarah and I live in London. فموضوع الترانسفورمرز هنا ممكن يعني سهل جدا أنه أنت تستخدمه، راح أورجي لك كيف أنه أنت تستخدمه بشكل سهل أكثر في الدوكيومنتيشن اللي موجود على الجيت هاب، الهاجينج فيس، ف دوكيومنتيشن اللي هنا ترانسفورمرز. طبعا هنا انا بشرح لك ايش هي ترانسفورمرز بشكل اوضح، انه ستاندرد بري تريند موديل، انه انت ممكن تعملها ادابتيشن للتاسك تبعك بشكل سريع جدا. وزي ما انت شايف انه اللي بيعملوا تزويد لهذه المودلز اللي هي اللاعبين الكبار، الشركات الكبيرة في هذا المجال، بالإضافة للمؤسسات البحثية الكبيرة. طبعا هنا الكويك تور انه انت from transformer import pipeline، هنا بتعرف object من البايبلاين، وهنا بتحدد ايش هي التاسك. sentiment analysis it's very easy انه انت تستخدمه، فبالتالي هنا بتروح بتمرر له هذه الجملة we are very happy to include pipeline بلا 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 إلى آخره، وهنا بروح برجع لك النتيجة كديكشنري إنه label positive والscore تبعه إنه هو متأكد إنه هالكلام. أوكي، هذه التاسك الثانية إنه questioning answering، فبالتالي أنت بتدي له two input والoutput هو عبارة عن الانسر اللي هي هذه هي بهذا الشكل، تمام؟ فانت عندك العديد من التاسك اللي انت ممكن تستخدمها، فبورجي لك كيف انه انت تستخدمها بشكل سهل جدا انه انت تستخدمها او تبدأ في natural language processing في هذا الاطار. فيعني هيك انا بعتقد انه بكون انه أنهيت المحاضرة. إذا في حدا عنده أي سؤال أو استفسار على فكرة، أوكي، إذا في أي عليكم السلام، الله يعافيك رب. حضرتك من وين؟ يعني أنت تقريبا الساعة السادسة، الرابعة صباح، الرابعة خمسة صباحا. نعم نعم سامعك، تفضل.
صحيح صحيح. في ورقة يعني عملها برزنتيشن أحد طلابي في كورس الـ NLP للماستر، وكانت بتحكي عن الموضوع هذا، إنه إحنا كيف ممكن نعالج اللونج سيكونس. فإذا بتبعت لي بريد، يعني أنا ممكن أكتب لكم البريد بشكل سريع، إنه أوكي. اوكي، فهذا هو البريد. اذا انت ارسلت لي بريد، فبروح برسل لك معلومات الورقه هذه بالاضافه للبرزنتيشن تبع الطالب هذا، ممكن ان انت تستفيد منه. حاكينا عن الموضوع هذا تحديدا. تفضل. عن ايش؟ نعم. ممكن، ليش لا؟ لأنه الاركتكتشر تبعت النتورك، الاركتكتشر تبعت النتورك انه انت في عندك تو موديل، انه واحد يعني كل واحد انه بيشتغل بطريقة بحيث انه يعني واحد بيشتغل، يعني واحد بيشتغل جنريتور والتاني بيشتغل ديسكريمينيتور. الجنريتور بروح بعمل جنريشن للتكست، والديسكريمينيتور بيقول له لا، التكست هذا تبعك اللي انت عملته مش نافع، فبياخد انه فيدباك انه هذا ايرور، اوكي عدل الجنريشن تبعك، فبيعدلوا ادائهم لغايه لما فعليا الديسكريمينيتور انه ببطل يقدر، انه بقول له خلاص انه التكست تبعك هذا بيرفكت. فبالتالي انت ممكن تطبقه على اي نوع من البيانات بغض النظر شو طبيعه الداتا، لو كانت انه ايمج او تكست، لانه المبدا تبعه انه واحد بيعمل جنريشن لاوتبوت بغض النظر شو الفورمات تبع الاوتبوت، والتاني بروح بحكي له لا، الاوتبوت هذا مش مزبوط، لا عدل وضعك، لغاية لما يحكي له اه اوكي انت هلقيت صرت تشتغل كويس. العفو. أهلا أهلا وسهلا فيك، تشرفنا فيك. أكيد طبعا، ما في مانع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.